استاذ احمد، صباح الخيرات عليك واهلا بيك معانا في 10 الصبح في الاهلي. هو واضح ان الاتصال لسه مش واضح قوي. عموما لو تفتكروا يعني، ودي برضو من ضمن الحاجات اللي عايزين نتكلم فيها في حلقتنا النهارده، كان الاسبوع اللي فات معظم الكلام كان داير حوالين ميسي ورحيله عن بي اس جي، وهل كان الرحيل يتماشى مع كونه اسطوره كرويه ولا ما كانش الموضوع قد كده، وعن وجهته المقبله، هل هيروح على الدوري الامريكي، هل هيرجع لبرشلونه، هل سيتوجه الى المملكه العربيه السعوديه. ده الاسبوع اللي فات. اليومين اللي فاتوا بقى كان الكلام كله عن بنزيما، ودي نقطه هتكلم مع حضراتكم فيها لاحقا، بس الاول ناخد الاستاذ احمد غنيم الناقد الرياضي اللي منورني النهارده على التليفون في 10 الصبح في الاهلي. صباح الفل عليك يا استاذ احمد، اهلا بيك معانا. صباح الخير عليك الكريم على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي. عايزين نتكلم معاك شويه عن اخر يعني الانتقالات في اوروبا والاستعدادات طبعا اللي على قدم وساق، مان سيتي وانتر ميلان لنهائي دوري ابطال اوروبا، وتوقعاتك للنهايه هتنتهي ازاي؟ بالتاكيد المباراه طبعا ليست بالسهل، طبعا توقعات كلها تصب في مصلحه مانشستر سيتي. حتى بيب جوارديولا في المؤتمر الصحفي بالامس يعني تحدث وقال انا معترف ان التوقعات بتصب في صالحنا، لكن التاريخ مع انتر ميلان، لان انتر ميلان بيمتلك كذا لقب دوري ابطال اوروبا، احنا حتى قال انه حاطط لقب دوري ابطال اوروبا. لكن الورق طبعا مانشستر سيتي الاقرب، لكن طبعا حذاري من متوقع ان انتر ميلان هيلعب باسلوب اسلوب الكاتناتشو الايطالي المعروف، هيحاول يغلق المساحات بشكل كبير جدا، غلق المساحات مفاتيح اللعب خاصه كيفن دي بروين وايرلينج هالاند و اللي كاي جوندوجان متواجد بصوره كبيره جدا في الفتره الاخيره مع مانشستر سيتي الحقيقه. لكن طبعا مانشستر سيتي الاقرب اعتقد يعني 55 45، مش عايز اذهب يعني اذهب بصوره كبيره جدا لمانشستر سيتي. دي مباراه نهائيه كل شيء وارد فيها، نتذكر ان هي 2021 دوري ابطال اوروبا بين مانشستر سيتي وتشيلسي، كانت توقعات لمانشستر سيتي، لكن في النهايه تشيلسي استطاع حصد اللقب بسبب طبعا يعني خطه لم يكن موفقه في بدايه المباراه من قبل المدرب الاسباني الشهير بيب جوارديولا. الحقيقه مانشستر سيتي عامل شغل نار الفتره الاخيره. ده بالتاكيد حقيقه مانشستر سيتي يعني يستحق الثلاثيه التاريخيه اللي حققها، هيكون طبعا ثاني نادي انجليزي يحققها بعد مانشستر يونايتد لما حقق سنه 1999، يستحقها بكل تاكيد الحقيقه. مستويات اكثر من رائعه، اهداف كتير، الفريق هو يعني على مستوى البريمير ليج هو الفريق الاكثر تسجيلا، الفريق الاقوى من الفريق الاقوى دفاعا. لا لا الحقيقه مانشستر سيتي وحتى في دوري ابطال اوروبا هداف البريمير ليج ايرلينج هالاند 36 هدف، هداف دوري ابطال اوروبا ايرلينج هالاند 12 هدف، الاكثر صناعه في دوري ابطال اوروبا كيفن دي بروين، والاكثر صناعه في البريمير ليج كيفن دي بروين. فبنتكلم من الارقام بالاحصائيات بالمستوى كل حاجه، مانشستر سيتي الحقيقه يستحق الثلاثيه، والحقيقه لو فاز السبت مقبل هيكون عن جداره واستحقاق. الحقيقه هو يستاهل ما قدمه مانشستر سيتي هذا الموسم، يستاهل عليه تحقيق هذه الثلاثيه. هل اللقاء ده اللي هيجمع ما بينهم يعني محسوم نظرا لان كل فريق فيهم يعني طبقا لخلفيته تقدر تستنتج يعني بالبلدي كده تقدر تستنتج المباراه هتمشي ازاي، من زاويه ان مانشستر سيتي فريق هجومي بحت، ولا سيما في ظل وجود هذا الكائن الخرافي ايرلينج هالاند اللي حصل مؤخرا على الحذاء الذهبي ك يعني افضل هداف في الدوريات الاوروبيه مجتمعه، وفي المقابل انتر ميلان بيميلوا اكتر للتكتلات الدفاعيه، فده يقدر يعني نقدر نستنتج من خلاله سير المباراه هيكون عامل ازاي، ولا دايما بيكون في مساحه لوجود اي مفاجات غير متوقعه طالما فرقتين ايا كانوا مين هم اللي وصلوا للمرحله دي والنهائي ده؟ انا اتفق معاك كريم ان بالفعل المتوقع ان يبقى فيه هجوم من مانشستر سيتي واستعمل من انتر ميلان، لكن يعني اريد ان اذكر الساده المشاهدين بنقطه مهمه جدا، رغم قوه مانشستر سيتي الهجوميه لكنه عانى امام مانشستر يونايتد في نهائي كاس الاتحاد الانجليزي يوم السبت الماضي، فاز 2-1 بصعوبه شديده جدا، وده اللي انا بقوله فيما يخص المباريات النهائيه تبقى ليها احتمالات مختلفه ثانيه خالص، لان هي مباراه واحده وممكن كل شيء وارد فيها. رايح من الترشيحات تروح مانشستر سيتي، متوقع ان مانشستر سيتي يكون الاكثر هجوما والاكثر استحقاقا في المباراه على حساب انتر ميلان، لكن كل شيء يبقى وارد في كره القدم. كره القدم عودتنا على مفاجات يعني كبيره وعجيبه جدا، وبالتالي صحيح ان مانشستر سيتي كما قلت اعيد واكرر هو الاقرب للفوز بالبطوله، لكن انتر ميلان تبقى له حظوظ، خاصه انه الاسلوب اللي بيتجهه سيموني انزاجي مدرب انتر ميلان بيعتمد على الهجوم الخاطف، ودي يمكن نقطه ضعف بعض الشيء في مانشستر سيتي في بعض الاحيان، ان ساعات بيحصل سرحان في وسط الملعب ممكن يستغل انتر ميلان بالكاونتر اتاك السريع جدا ممكن يخطف هدف، فكل الامور وارده لكن مانشستر سيتي والله. طب تعالى نقف شويه كده عند ايرلينج هالاند طالما جت سيرته في الكلام، يعني تعتقد ان ايرلينج هالاند هيحسم لقب الهداف الكام موسم اللي جايين؟ يعني الموضوع محسوم لصالحه ولا برضه في مساحه لوجود مفاجات؟
لا ما لو استمر طبعا بهذا المستوى مع توهم كيفن دي بروين تحديدا اللاعب الاكثر اكثر لاعب مانشستر سيتي طبعا اهداف كمان بهذا الموسم، اعتقد الموضوع هيكون الى نسبه كبيره جدا محسوم، لان طبعا اتمنى صفقه محمد صلاح وفريق ليفربول في الموسم المقبل، لكن لنكن واقعيين مانشستر سيتي بهذا السكواد الحالي وبهذه التشكيله وبهذا التوهم ان استمروا طبعا احنا عارفين الكوره اب اند داون، يعني في مستويات بتبقى عاليه وفي مستوى بعد اللعيبه مستوى بيهبط بعد ذلك، لكن ان استمر اكيد بالتاكيد طبعا اعتقد سيواصل، يمكن يكون منافس هالاند في السنين الجايه هو كريم نجم باريس سان جيرمان، لكن انا اعتقد ان مبابي يعني عليه ان يرحل عن باريس سان جيرمان ان اراد ان يكون منافس حقيقي للاهلي اللي هيلعب الكره الذهبيه ويذهب تحديدا لريال مدريد، ان اراد ان يكون باستمرار في باريس سان جيرمان اعتقد هو ظل بطوله كبيره جدا. جميل، انا بشكرك شكر جزيل على وجودك معانا النهارده في 10 الصبح في الاهلي يا استاذ احمد، شكرا جزيلا لحضرتك، كان معانا الاستاذ احمد غنيم الناقد الرياضي.